السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامبل. النهار ان شاء الله نتحدثوا على واحد ثلاثة الشائعات خاطئة حول تربية الأرانب. الشائعة الأولى وهي أن الناس كيعتقدوا أن الأرانب كتفضل العيش خارج المنزل، وفي الحقيقة أن الأرانب كتفضل العيش والاستقرار داخل المنزل، وممكن أنها تفضل العيش حتى في الأقفاص. علاش؟ لأنها كتحس بالأمان أكثر عكس خارج المنزل، حيث ممكن أنها في خارج المنزل أنها ممكن أنها تصادف حيوانات مفترسة أو شي إنسان أنه يأذيها. يعني كتفضل أنها يكون عندها واحد الرفيق ديالها أنه يهتم بها ويعطيها الأكل وتعيش في سلام. إذن وهي في الحقيقة كتخاف كذلك من الضجيج أيا كان النوع دياله. لذا نجد بعض الناس كيحسوا بالذنب ملي كيحطوا الأرنب ديالهم في وسط واحد الكاج، وكيقولوا باللي يعني في الأقفاص، وكيقولوا باللي هذاك الأرنب مسكين راه محجوز، خصنا نخليوه يكون حر وطليق. هي راه العكس، يعني الارنب كيبغي العزله، كيبغي يتخشف واحد يعني في واحد اما حفره اما واحد الكاج، وكيبغي يتوالد ويتعايش تمايا، يتزاوج ويتعايش في وسط هذيك الحفره او في وسط داك الكاج. اذا هذه الشائعه الاولى. كاين الشائعه الثانيه وهو ان بعض الناس كيعتقدوا ان الارانب لا تحتاج الى رفقه او واحد الصديق ايا كان نوعه، واخا يكون انسان كاع. وهذا اعتقاد خاطئ. فالارانب تحتاج لان يعني باش تقضي الوقت ديالها مع المربي ديالها بما لا يقل عن 3 ساعات. تخيلوا ان ممكن انكم تقضيوا مع هاد الارانب ديالكم 3 ساعات. يا بالنسبه للمبتدئين يعني كيكون عندهم دين واحد 4 نسوات، ولا كيكون عندهم خدمه اخرى، كتكون عندهم واحد دخل اخر، كيمشيو اما كل واحد والحرفه ديالو، وكيكونوا دايرين هاد الارانب يعني غير كاين الناس اللي دايرينهم كهوايه، كاين الناس اللي كيبغيو يستغلوا اللحم ديالهم، كاين الناس اللي ماشي دايرينها يعني كتجاره وكحرفه، لا كتلقاهم دايرينها غير هكاك وصافي. اما المحترفين راه كونوا متاكدين ان اللي داير بزاف ديال ليكاج وداير بزاف ديال الامهات وداير الذكور وداير يعني كمشروع حقيقي، راه كيقضي معاهم 3 ساعات يوميا. خصو ان الارنب يشوف هذاك الرفيق ديالو 3 ساعات. تخيلوا 3 ساعات. وكيمكن ايضا هذاك الارنب كيبغي حتى رفيق من نوع اخر، شنو هو رفيق ديال ارنب اخر، يعني انه اما يتزاوج هو وياه، اما ما يمكنش نحطوا الذكر بوحدو لمده نقولوا عام هو ما كيتزاوج، لا خصو ضروري انه تجيب له النتوه. كذلك النتوه ما يمكنش ان كتربيها غير باش تسمنها وتبيعها، لا ضروري خصها الذكر ديالها. المهم خص ديما رفيق، وخص ديك الارانب مرات يعني تفوج عليهم شويه وتحطهم في واحد المكان انهم ممكن انهم يبقاو يجريو شويه ويلعبوا، حتى هما كيبغيو اللعب كيما الانسان كيبغي يفوج على راسو، حتى الارانب كذلك. هذه بالنسبه للشائعه الثانيه. الشائعه الثالثه وهي المعلومه يعني اللي مرسومه في الاذهان ديال الكل في اي مجتمع الغربي او الشرقي، وهي ان الارانب ما كتاكلش الا جزر. ديما ملي كنشوفوا شي رسوم متحركه ولا شي معلومه شي حكايه ديال الاطفال، ولا ديما كنسمعوا بلي الارنب يحب الجزر. هي فعلا الارنب يحب الجزر، وكاين اللي كيعتقد بلي ما كياكل حتى شي حاجه، كياكل غير الجزر، وهذا خطا، لان الاكثار من الجزر سمو كيدير اولا الاكثار بشكل يومي، يعني ماشي كنقولوا مره عطيتيهم واحد الجزره ولا جوج، لا كاين اللي كيشد الجزر وكيعطيهم لهم بشكل يومي، ويعني
بشكل مصمم، بشكل يومي ومصمم. لمن كيأدي هذا الشيء كيأدي الإصابة بمشاكل معوية عند الأرانب. ولهذا ينصح بتوزيع الأكل والعلف أو الطعام، مثل تقديم الخص. الخص حتى هو كيبغيه الأرنب، ولكن كاين واحد التوازن ما بين السكاليم، الخبز الجاف، الخس، الجزر، ما كيتعطاوش بواحد الصفة يعني يومية. هما المعدة ديال الأرنب كما المعدة ديال الإنسان، خصها تكون واحد التنوع في الأكل. ما يمكنش تاكل حاجة، حتى الإنسان ما يمكنش ياكل واحد الحاجة وحدة على طول. يعني واخا نقولوا هذيك الحاجة غالية مثلا اللحم، وياكلوا يوميا، واحد النهار غادي تصاب بواحد المشاكل معوية. كاين الإنسان اللي كيقول لك لا أنا غادي ناكل غير الأشياء الغالية. لا، لابد ما تاكل الأشياء اللي كاينة في الموسم ديالك، خصك تاكلها. ما يمكنش تجي في الشتاء، يعني الشتاء كتصب وتمشي انت كتاكل في الدلاح. لا، ما يمكنش. خاص ربي عطينا كل موسم ناكلو فيه الاكل بواحد الطريقه منظمه. كاين مثلا التين، كناكلو التين، كناكلو التين الشوكي وقته، اي حاجه كتكال في وقتها. كذلك الارنب خاصو يكون عنده واحد التوزيع، وخاص الارنب الاطعام ديالو خاصو يكون بمواقيت محدده، ماشي في اي وقت نقدر نعطيه الاكل. لا، خاص واحد المواقيت محدده، وداك الشيء على حسب واش انت باغي تسمن، واش باغي غير يعني الامهات يعيشوا، ما خصكش تسمنهم بزاف. المهم كتبقى تلعب بهذوك النساب ديال الاكل. وفي نفس الوقت على حسب الفصول كذلك، كاين الفصل اللي فيه السخونيه الماكله ما خصهاش تكون بزاف، لان حتى الارنب ما كيكونش قادر انه ياكل. في الحال بارد ممكن انك تعطيه حتى ثلاثه الوجبات، وهي في حقها وجبتين. هي في الحال بارد وجبتين، في الحال السخون خاص وجبه واحده، في ماشي في الصباح ولكن في العشيه، كي لا يكون هناك احتباس حراري. اذا ثلاثه الشائعات ذكرناها. كنتمنى تكون الحلقه نالت الاعجاب ديالكم. تكيو على زر جيم باش تساندوني، وتكيو على زر الجرس كيصلكم ديالي الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.